فتح الله اعتقد محمود فتح الله وابراهيم فرج وضربه جزاء لنادي الزمالك دي 14 الربع ساعه الاولى داخل فتح الله والهدف الاول داخل فتح الله والهدف الاول لنادي الزمالك محمود فتح الله في الدقيقه 15 الدقيقه 15 تعلن انطلاقه لنادي الزمالك بضربه جزاء وهدف لمحمود فتح الله الدقيقة 15 هدف من ضربة جزاء لنادي الزمالك بيسجله محمود فتح الله لسه بدري في اللقاء عموما هنشوف اعتقد المباراة دي هيكون فيها اهداف كتير وادي كورة محمود فتح الله على يمين على طول ابراهيم فرج الهدف الاول لنادي الزمالك واحد الزمالك لا شيء غز المحلة بعد مرور ربع ساعة اعزائي مشاهدي قناة الاهلي من احداث المباراة اتلعبت ناحية اليمين هنشوف فكر محمد